ما اقول لك ايه يا ضياح، ما تجيب صحابك اتنين صحابك كده ولا ثلاثة وتشتغلوا لي في دول تخلعوهم وهرضيكوا يا عم في الاخر. اتنين صحابي مين يا بابا؟ ياك الفدان. لا يا حبيبي مش الفدان ولا حاجة، بس اعملوهم يا عم وهرضيكوا، واديك هتشوف. هترضينا يا بابا؟ في ايه يا بابا، ده يتعملوا يعني في ثانية، يعني مش مستاهلة يا عم. مالكش دعوة، انا معايا فلوس عايز اضيعها وخلاص يا عم، وغير كده على جدي شوية على جدي. طب خلاص يا بابا، اجيب لك يا بابا اتنين من صحابي، بس هتدي كل واحد كام عشان نبقى متفقين بس من اولها؟ انت في نظريتك يعني نخلص دول انت واصحابك الشوية دول بس تاخدوا فيهم كام؟ هبقى مثلا انا واتنين تاني كل واحد 50 بس يا بابا. اه 50 ايه يا ابو 50؟ هات بس 20 جنيه لك لكها لي، حطها لي في جيبي بس، وانا احوشهم لك من مكانهم من جدرهم واكنس لك مكانهم. لو قلت لي وديهم كمان بهديهم لك. اما ليه اراضيكوا دي؟ اما عايز تدينا كام يا بابا؟ انا قصدي اجيب لكم فطار كل واحد ياخد 5 جنيه بتاع كده تمشوها، لكن ليه 50 جنيه؟ يا فدانين هم هتعملوه. طب خليها لنفسك يا بابا. ما انا اخليها لنفسي، انا اخليها، انا يا ريتني ما اتكلمت معاك انت، انا السله فيهم يا حبيبي وربنا يوحشني الحال.